هذا وتأتي قمة الشباب 2020 ضمن جملة من مبادرات الدعم اللامحدود التي يحظى بها القطاع الشبابي في مملكة البحرين في مختلف المجالات. عندما نسمع عن منجز شبابي وطني يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل، نجد وراءه قائد حكيم تجاوز حدود العطاء لإيمانه الكبير بقدرة الشباب على صنع المعجزات وتحقيق الإنجازات. ما يحظى به قطاع الشباب من اهتمام متعاظم من لدن جلالة الملك المفدى يؤكد المكانة المهمة للشباب ودورهم الفاعل في المجتمع والتعويل الدائم على إمكانياتهم وعطاءاتهم في الارتقاء بالنهضة الوطنية في جميع المجالات. شباب البحرين هم اليد المخلصة في بناء الوطن والأفق الرفيع للطموحات، وكان لملهمهم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نظرة واضحة من خلال إطلاق عدة مبادرات تعكس الترجمة الحقيقية لرؤية جلالة الملك المفدى الهادفة إلى الارتقاء بالشباب البحريني. ولعل من أبرز مبادرات سموه التركيز على رياضة التراث الشعبي كقاعدة أساسية باعتبارها مسؤولية وطنية تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، وتوجيه سموه إلى تحويل المراكز الشبابية إلى مراكز لتمكين الشباب هدفها إبراز المواهب لتؤكد أن الشباب البحريني قادر على الإبداع والتميز. ولا تدخر وزارة شؤون الشباب والرياضة جهدا في متابعة توجيهات القيادة وترجمتها على أرض الواقع، حيث قامت بإطلاق وتنظيم فعاليات قمة الشباب 2020 الرامية إلى إتاحة الفرصة لتقريب المسافات بين صناع القرار في المملكة وبين الشباب وتهيئة البيئة المثالية أمامهم لقيادة مستقبل البحرين.